رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل، وانضمتني وشرفتني ونورتني في الاستوديو طبعا حبيبه قلبي صديقتي جميله شهيره ابو سيف خبيره التغذيه. وتصح صح اهو صباح احنا اسفين يا شوشو والله بس زن زنتي يعني يا حبيبتي يا حبيبتي. طبعا احنا معانا ضيف منورنا، سيبك تعرفي بقى قولي لنا معانا احمد. معانا احمد، احمد 19 سنه ما شاء الله، احمد من الحالات اللي خست معانا، مثابر ما شاء الله، إرادة قوية رغم ان السن ده بيبقى متعب جدا في انه يعني يلتزم. بس بصراحة هو الولد من يعني من منه نفسه بصراحة هو كان حابب ان هو يخس. يعني احمد الاول نعرف الاول هو كان قد ايه؟ احنا احمد 19 سنة، احمد انت كنت كام؟ انا كنت 195 كيلو. وانت ايه اللي خلاك تاخد بقى القرار؟ لازم اعرف ايه اللي دار بينك وبين نفسك كده خلاك تقول انا عايز اخد القرار ان انا لازم انزل وزني؟ الحمد لله يعني جسمي كان مضايقني في حياتي وكده، مش عارف تتحرك قوي. يعني مش قادر تتعامل معايا في حاجات بسيطه صح؟ كان مضايقك؟ مضايقني في كل حاجه، مش بس شكل، تعب صح؟ تعب وكل حاجه. بعد الشر عنك يا رب. واخدت القرار قلت انا لازم انزل. الحمد لله. ده صوره احمد، دي صورتك يا احمد. انت كده طبعا احسن كتير ما شاء الله. كان اثر عليه جدا طبعاً، يعني صحيا كان من اهمها طبعا عمل له تقوس في رجله لانه كان الوزن كان اثقل كتير. طبعا نفسه كان صعب ان هو بياخده، يعمل مجهود، ينهج جامد. هو المجمل على بعضه تعب. تعب طبعا، تعب نفسيا، تعب من الوزن طبعا. مش عارف بقى يتعامل مع الناس، ومش عارف يتعامل مع اصحابه او حتى اللي في سنه، او يعني مش قادر ياخد ويدي يعني. تمام، الى جانب بقى طبعا انت عارفه الناس جميله ازاي في التعامل مع الحالات دي. الحالات دي بس انا بشكره، عارفه ليه؟ لان هو بصراحه اولا هو اللي جالنا، هو كلمنا وطلب معانا الكورس، بدا يتابع معانا، وكان مثابر جدا. احمد نازل 120 كيلو. فقد ايه بقى نزلهم؟ احنا نزلنا في 9 شهور تقريبا، 10 شهور. 10 شهور؟ 10 شهور نازلين في 10 شهور 120 كيلو ما شاء الله. واحنا لسه مستمرين يا احمد صح؟ هو لسه مكمل معانا لان هو لسه عايز ينزل تاني شويه تاني. كمان احساسك ايه بقى اول ما حسيت كده انت نزلت عن الوزن ده حتى في اول شهر او اتنين؟ حسيت ان انا بدات حياتي من اول وجديد. حسيت بقى ان انت خلاص اصريت بقى ان انت تكمل صح؟ ويعني اداك كده احساس بالثقه بالنفس كده صح؟ وراحه نفسيه ان انت بدات توصل للهدف، قربت توصل. حلو قوي ده والله يا احمد، انت ما شاء الله عليك يعني ربنا يكرمك. طبعا ان انت سنك 19 سنه وهو برضو ليه يعني حياته، والسن ده بيبقى دايما في الشباب والبنات حتى في العمر ده عايز ينطلق بقى ويروح، عايز ينطلق وعايز يعيش بدماغه شويه. السن ده برضو بيبقى له دماغ كده يعني فاهمه. فطبعا الحمد لله. لا وهو دلوقتي بدا يمارس حياته طبيعيه ما شاء الله، بدا بقى يتعامل مع الناس بثقه اكتر. بدا في صحه حتى يعني طبعا، في صحة يعني حتى وشه لا دبلان ولا تعبان ولا اي حاجه كويس الحمد لله. في حاجه بقى مهمه حابه ان انا اقول عليها، حابه ان انا اقول ان احنا ازاي بدأنا مع احمد. يعني احمد اتوصف له كورس كويس. الاول كنت لازم اسيطر على الشهية لان احنا حد جاي لي 195 يعني اكيد شهية عالية جدا. فانا كنت لازم اسيطر على الشهية دي، فبدأنا معاه بان احنا لازم نحجب الشهية دي شوية. لازم نسدها أخذ شوية. اخد اي كورس بقى؟ هو اخد معايا اقوى كورس، اقوى الكورسات اللي هي تسد الشهية في البداية خالص، علشان انا كنت لازم اسيطر على القصة دي تماما. يعني فبالتالي ايوه لازم اتحكم في القصة دي. فبالتالي كان مثلا يتحط قدامه الاكل كان يقول لي طب انا مش قادر اكل، لو اكل ياكل حاجات بسيطه جدا. بالظبط ده كان المهم بالنسبه لي. لحد ما بدا ينزل اول اسبوعين، بدا نزل اول اسبوع نزل كميه كبيره جدا في اول اسبوع، لانه برده مساعدني سنه خلي بالك. بالرغم من حرق كويس. بالظبط السن بتاعه برده مهم جدا، انه كان مساعدنا في انه يحرق بسرعه ويستجيب معايا بسرعه. قعدنا شهر على الكورس اللي هو كورس سد الشهيه بس، فبدا ينزل، نزلنا حوالي 25 كيلو في اول شهر. طبعا ده لسنه لانه برده لسه صغير، الحرق عنده كويس. انا اديت له كورس سد معايا الشهيه تماما. بدانا نغير الكورس عشان ما وصلش مسج للجسم او للمخ بانه الجسم ده بيلعب في نفسه. لانه خلاص هو الجسم، المخ ريح وكل اجهزه الجسم ريحت على اللي احنا فيه، فمش عايزه بقى خلل، هو كده مبسوط، الجسم كده مبسوط. فلا انا بدات اغير له كورس تاني مختلف، ابدا بقى اشتغل على تفتيت الدهون وتفتيت الخلايا علشان خاطر نبدا نكسر كل الدهون اللي متخزنه عندي وخلاياها المتخزنه عندي.
فطبعا مشينا عليها الشهر اللي بعده. الشهر اللي بعديه بدأنا نشتغل على حرق الدهون اللي حوالين العضلات اللي هو اللي احنا بنسميه كورس النحت. كورس النحت ده أنا بدأت أشتغل عليه في الشهر الثالث بعد ما بدأنا ننزل حوالي 35 كيلو بعد ثلاث شهور. فطبعا بالظبط كده. فاحنا طبعا اشتغلنا معاه بكذا نوع من الكورسات علشان بس الناس تبقى فاهمه يعني. اللي هيجي يكلمني النهارده هيقول لي طيب انا مثلا قد احمد او وزني كان زي وزنه، فانا عايز اللي انت مشيتي عليه. مش كل الحالات زي بعض ولا الاجسام زي ومش بعض. كل الاجسام زي بعض ومش تمام. كل سن زي بعض. يعني اللي هيجي لي 30 سنه او اللي هيجي لي 40 سنه هيبقى له نفس الكورس، اللي هينزل عليه نفس ده بس مش زي برضو احمد. هنختلف وهنطلع وهننزل بالظبط كده. بس انا احمد حابه ان انا اقول قد ايه ممكن اوزان كبيره في مده قليله جدا جدا ان احنا نقدر ننزل. بس اهم حاجه نثق، نتابع، دي مهمه جدا. احمد كان بيتابع معانا كل اسبوع، كان بيتابع معانا لو حس بلخبطه، لو حس باي حاجه، نسي ياخد كبسوله كنا على طول بنلحقه على طول بنتابعه، بنحط له نظام غذائي معين يمشي عليه، وده كان مهم جدا بالنسبه لي. انه انا بقول احنا بناكل كل حاجه، بس انا بحطها امتى وبياكل ايه وما باكلش ايه. احمد اضطريت معاه ان انا امنع عنه حاجات معين. وده للمصداقيه مع الناس، عشان الناس بتقول لي انت بتقولي ناكل كل حاجه. ناكل كل حاجه، بس في حالات انا هقول لا همنع كذا عشان اقدر امنع كذا عشان اقدر اسيطر على كم الدهون اللي موجود. عايزه الكبسوله اللي بتتاخد، الكبسوله دي تحرق اللي داخل، وفي نفس الوقت اديك فرصه للجسم ان هو يشتغل على المخزون فيحرق اللي مخزون، فانا بلعب على الاثنين. فده اللي احنا عملناه مع احمد. احمد اتمنع فتره طويله من حاجات كتير زي النشويات الكتير والسكريات الكتير، دي كانت ممنوعه بالنسبه له. مشي على نظام غذائي على توقيت ثابت ياكل فيه، وده انا بحييه هو بقى، لان هو كان اولا صادق معانا جدا، وفي نفس الوقت هو كان عنده اراده، هو كان بجد عنده اراده عايز يخس بالظبط، فكان ماشي على تعليماتنا بالظبط بالظبط. الخبير اللي بيتابع معاه ما سببوش، وبقينا نتابع معاه. يعني احيانا مثلا لو ما اتصلش احنا نكلمه نقول له هاي احمد ايه الاخبار ايه الدنيا، لان هو يمكن من اكتر الاوزان اللي جات لنا كانت بالنسبه لنا لسنه شويه خضتنا وبذلنا معاه مجهود، وهو بصراحه اللي بذل مجهود مع نفسه عشان اكتر مننا علشان يوصل. ما شاء الله عليك يا احمد والله مبروك. طبعا انت وصلت للوزن ده، والمهم تبقى بصحه وعافيه، دي اهم حاجه. طيب انا هستسمعك ننزل صفحه هيربال بانك، نزلناها ولا لا؟ طب ننزلها بعد اذنكم عشان معانا اربع ارقام وصفحه الهيربال بانك للتواصل لاصدقائنا كلهم. وانا النهارده معايا العرض بقى بعد اذنك يا شوشات. ايوه معايا الكورس الفردي والكورس الزوجي والكورس الثلاثي. ايوه انا معايا الكله لكل الاعمار، لكل الاعمار ولكل الاوزان ولكل الحالات الصحيه. تمام. موجود عندي ضغط، سكر، اي مشاكل، اي حاجه، انا موجود عندي كل الكورسات. الثلاث كورسات عليهم 60%. حلو قوي. سواء الفردي او زوجي او الثلاثي. أيوة. طبعا ما ننساش ان احنا لما نتصل نسال عن الهديه اللي مطلوبه ومطروحه لكل الناس النهارده. أيوة. هديه مجانا، شحن مجانا، و60% خصم على كل الكورسات اللي معايا النهارده. كويس ده عشان خاطرك يا زوزو وعشان اشجع الناس تبقى زي احمد ان شاء الله. لانه هو بجد نموذج، يعني عايزه اقول لك فرحنا جدا، ادانا البوش، عارفه ان احنا نكمل اكتر واكتر ونعرف نخدم الناس اكتر واكتر بصراحه. اخر سؤال بقى قبل ما اختم يا احمد، سؤال مهم قوي. احساسك ايه اول ما اصحابك شافوك وانت بالوزن ده؟ ناس كتير قالت لي اتغيرت 180 درجه. وانطباعاتهم فيها انبهار؟ ايه ده؟ ايه اللي جرى لك؟ انت عملت ايه؟ يعني اصحابك ايه يعني؟ الناس ما كانتش عارفاه. الناس ما كانتش عارفاه. مش ممكن. الناس ما كانتش تعرف. الناس ما كانتش تعرف. والله انا مبسوطه بيك جدا يا احمد، ربنا يكرمك يا رب ويديم عليك الصحه والعافيه دايما. مبسوطه جدا ان انت عندك قوه اراده كده بتبين الرجال كده، صح؟ الحمد لله. ان شاء الله. ومبروك عليك الوزن الحلو ده. بشكر طبعا شركه هيربال بانك، وشكرا انه في لسه استال في شركات ومنتجات بتحافظ، عايزه توصل تنجح، وعايزه تنجح وتفيد، يعني تنجح بافاده الناس، فتنجح بجد عن ثقه وتنجح بامانه تستحق انها تنجح. بشكرك طبعا شهير ابو سيف حبيبه قلبي، خبيره التغذيه، شرفتني نورتني النهارده. والنهارده احنا عملنا الكبده بالخضار، طريقه بسيطه وسريعه، حطينا طماطم مضروبه ومعصوره بشكل لطيف، حطيناش حاجه فيها غير الخضروات، استخدمنا خضروات شهرزاد
الجميله. وطبعا ما خدتش وقت في السوا، ان شاء الله تعجبكم. اعمل شويه رز بقى جنبهم، ترايفل اللي احنا عملناه بالبودنج الشوكولاته ببواقي الكيك اللي موجوده عند حضراتكم، وزيناها بجيلي ميرا كيدز. وطبعا ضفتي لما دخلت شوشو خدت اثنين ميرا كيدز، صح يا شوشو؟ ايوه. وقالت لي بيتباع فين برضو نفس السؤال برضو. فاحنا طبعا هننزل على الصفحه عندي النهارده منافذ البيع الخاصه بميرا كيدز عشان حضراتكم نقدر نكون عامل مساعد ليهم. طبعا زوروا صفحتهم، ابعتوا التطبيقات بقى عشان انا عايزه حد منكم ينورني ويشرفني معايا ان شاء الله في حلقه من الحلقات. بشكر حضراتكم جدا، شكرا جزيلا وعلى متابعتكم، وان شاء الله بكره في حلقه مميزه ارجو انها تكون بتلبي احتياجات حضراتكم، انتظروها بكره باذن الله. ومن هنا لحلقه جديده، اتمنى من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.